هدي الحبيب يقودني. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ فقال أبو الدرداء: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف